السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل الأصدقاء حول العالم. طبعا يا أخوان، بالنسبة لموضوع الأصدقاء اللي بطلبوا، موضوع المقالب يا أخوان اللي بطلبوا كثير أصدقاء عندي، راح نصير نعمل المقالب، لكن يعني على الخفيف، ما بدنا نتكلها شوي، ومع الناس اللي بنمون عليها وبنعرفها، وإن شاء الله كل فترة بننزل لكم فيديو عن المقالب. تصير هيك وتعطي عندك وايرلس هيك، عرفت؟ هاي الطريقة. شوف كيف؟ احكي السلام عليكم. السلام عليكم. وانت احكي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بل تعال. الصوت كيف؟ هكي بسجل على الكاميرا. احكي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت من وين؟ امانة الله. شو بتشتغل؟ بشتغل في الرهان والله. لا، في نادي حديد. في شو؟ في نادي حديد جنب. شو طبيعة شغلك؟ تنظيف. تنظيف. بالك الصوت بيطلع واضح يا. شغال الصوت. ما قبل. تخاف من الكلاب ولا من الحياة انت؟ انا بصراحة من الكلاب بخاف، بس الكلاب اللي مستوحشات من الضيف بخاف. شو أزود شي بتخاف منه؟ إنه لغم بحري يستجيب الضبع. تخاف من الضبع؟ بس الخنزير بخاف. طيب ليش الضبع بتخاف منه؟ يا عمطة والموت. ليش الضبع بيهجموا بعض طيب؟ من وين سمعت؟ عندنا في الحرم ملان الضبع في البلد. طب عمرك شفت ضبع هجم على واحد وعضه؟ شفت بعينك؟ بس بتسمع وين؟ ولا على التلفزيون عمره ما شفنا واحد هجم على بعضين الكلاب وين؟ كيف؟ بعضين الكلاب. انت شفت بعينك؟ بني ادمين لا. طيب وكلاب اخرى؟ بس كلاب عادي. بس عمرك شفت الضبع هاجم على بني ادم وعضه؟ لا، بس الضبع بيضبع. صح؟ الضبع بيضبع. طب بيضبع الضبع؟ بسلب العقل؟ بسلب؟ من الحياه بتخاف؟ بدك تعمل يوتيوب وتسوي مكالب. بل والله بل بده يهجم عليك. بل اقعد.